السيدة مها البدو من مخيم طول كرم، الأسبوع الماضي فجر الاحتلال منزلها ومنزل عائلتها، نزحت هي وأسرتها وعائلتين أيضا من أفراد عائلتها خارج المخيم إلى منزل لأحد أقاربها. اليوم جاءت لتطمئن بعد أن استمعت لدوي العديد من الانفجارات داخل المخيم في ظل هذا الاقتحام المستمر لليوم الثاني على التوالي، جاءت لتطمئن على جيرانها. وصلت إلى أقرب نقطة استطاعت الوصول إليها، وكلما استمعت لصوت انفجار عرفت من هو المنزل المستهدف. تحفظ المخيم عن ظهر قلب وجاءت تحمل رسالة من صمود هنا عند المدخل الرئيسي لمخيم طول كرم. الأسبوع الماضي وخلال الاجتياح الذي بدأت من خلاله العملية العسكرية الواسعة فجروا منزلك، إيش اللي صار بالضبط هيك بشكل مختصر؟ اللي صار إنهم حكوا فاتوا الجيش، اجتاحوا الجيش، عنا أطفال أصغار، عني ستي أمي كبيرة صاحبت مثلا أمراض مزمنة، فاضطرينا إن نطلع من البيت ونخلي البيت ونخلي المخيم، ورحنا عند بيت أهلي بيت أخوي أطراف المخيم، يعني ما قدرنا يعني نفارق المخيم، يعني سكننا بأقرب منطقة اللي هي قريبة على المخيم اللي على أساس إنه ضلنا متابعينه أولين بأول. فرجعنا يعني بعد ما خلص الاجتياح وخلص هذا رجعنا على البيت، يعني ترخبطت كل معالمي، يعني كل إشي بمخيلتي، البيت اللي أنا سكنت فيه، البيت اللي أنا بنيته أنا وأبوي وإخوتي، بل كان مجرد كوم من الرمل أو كوم من الدمار، ركام، كوم من الركام. فجأة بتلاقي هيك البيت، كل حلمي، كل يعني طفولتي، ذكرياتي، بل كانها مجرد ركام. يعني صرت أدور على البيت ألاقي كل صوري، ألاقي أي معالم إشي لإلي بالبيت كليتها تحت هذا، تحت الردم، تحت الردم، وأنا ما إليش ذنب، ما إليش إشي، حتى يعني المخيم كله ما إليش ذنب. شو ذنب المخيم؟ بده بس إنه كرامته وعزته، وبده يعيش مثل ما العالم عايشة، هذا ذنب المخيم، بس هذا هو ذنبه. اليوم انت جيتي رجعتي هون على مدخل المخيم عم بتحاولي تدخلي لاقرب نقطه، ايش أكيد. ايش يعني ايش الهدف؟ مع انه انت ممكن من مكان، نحن على التل المقابل انت ساكنه اليوم، ممكن من هناك. احنا بالمخيم عشنا يعني عيلة وحدي، فهمت علي؟ عيلة وحدي، انا بالمخيم الي جاري، الي جارتي، الي قريبتي، الي دندي، بضل اطمن عليها، لما تتصل علي تليفون كل واحد اثنين ثلاثة انا مش قادر يعني مش عارف يعني اني مثلا امشي اموري او بدي مسعفين او بدي اشي هيك، فكلبي بنحرك عليها، فبضطر اني انا بدي خلاص اوصلها، بدي انقذها من اللي هي فيه. الوضع رعب، الدمار، خوف، بحركوا ببيوت. كبنت مخيم طول كرم اليوم اللي في عين الاقتحام والاجتياح والتدمير، شو بتقولي؟ بقول انه يعني مهما حاولوا يمحوا معالم المخيم، بس المخيم هون عايش بالقلوب، وراح نكون حاضنه وقويه لناس عاشت عشاني وبتقاوم عشاني، عشان كرامتي وعشان عزي. رساله هذه السيده الفلسطينيه تؤكد اليوم بان المخيم مهما تعددت العائلات التي تسكنه فانها عائله واحده تخاف على بعضها البعض وتحاول الاطمئنان، حتى ولو خرجوا من المخيم ما زالوا يحاولون الاطمئنان على من بقي في داخل المخيم يعاني جراء هذه الظروف الصعبة التي فرضتها اقتحامات الاحتلال وعملياته العسكرية. من مخيم طول كرم وسط مدينة طول كرم المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤيا.